بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في هذه الحلقة سوف أتحدث عن كيفية تحويل الصور بأنواعها المختلفة إلى صور من صيغة PDF أو ذات امتداد PDF. لدي هنا مجلد My Images موجود على سطح المكتب، بيحتوي على صور من النوع PNG وأيضا صور من نوع JPG. أريد أن أحول هذه الصور إلى صور ذات امتداد PDF. ما معنى PDF؟ PDF تعني Portable Document Format، أي صيغة مستندية متنقلة يمكن استخدامها في أكثر من Operating System، أي أكثر من نظام تشغيل، وأيضا استخدام الأجهزة المختلفة Any Device يمكن استخدام هذه الصور. لكي أقوم بتحويل هذه الصور إلى امتداد PDF، الخطوة الأولى أضغط هنا Right Click، كليك يمين، واختار كوبي نسخ، انسخ هذا المجلد داخل البايثون بروجكت، واتجه هنا البروجكت تاب، وهنا على مسار البروجكت اضغط رايت كليك واختار هنا بيست لصق، وبعدين اختار اوكي. بيضع لي هنا المجلد ماي ايمجز وبه الصورتين، الصوره الاولى والصوره الثانيه. بعدها بعمل هنا مجلد اخر، اضغط هنا رايت كليك وبعدين نيو، واختار هنا نيو دايركتوري، واحدد هنا اسم المجلد الذي سأضع به الصور بعد تحويلها، وأكتب هنا مثلا المجلد Output وأضغط Enter. أصبح عندي مجلدين، المجلد المصدر الذي يوجد به الصورتين، والمجلد التارجت أو المجلد الهدف الذي سأضع به الصور. أفتح نافذة Terminal وأستورد مكتبة Pillow، بكتب هنا pip install pillow، وهنا يجب أن يكون النظام متصلاً بالإنترنت. أعطاني هنا رسالة Requirement Already Satisfied، أي أن هذا المطلوب تم تثبيته سابقاً. أغلق نافذة Terminal وأبدأ في كتابة الأكواد، فأكتب هنا From PIL، ولاحظ أن PIL مكتوبة Capital ودي تعني مكتبة Pillow. Import استورد لي Image، استورد لي الموديل ايمج، ونلاحظ هنا ايمج مكتوبه كابيتال في اول حرف. بعدها هنا اعمل كرييتنج للفاريبل اسمه ايمج، فبكتب هنا ايمج يساوي، واستخدم هنا الموديل اللي انا عملت له استيراد من مكتبه بيلو اللي هو ايمج، واضغط دوت واستدعي منه الميثود اوبن افتح، واكتب هنا اسم الملف اللي انا عايز استخدمه، فبكتب مثلا اسم الملف هنا 1.jpg، لكن هذا الملف داخل مجلد ماي ايمجز، فبكتب هنا بين كوتيشن مارك او سنجل كودز، بكتب هنا ماي ايمجز اسم المجلد اولا، وبعدين هنا باك سلاش مرتين، واكتب اسم الصوره 1.jpg. كده انا كتبت اسم الصوره الموجوده فعلا، صورة هذا الحيوان الصغير. بعدها أكتب اسم المتغير تاني image يساوي image نفس المتغير dot، وأستدعي الميثود convert، وأبدأ هنا بتغيير النظام اللوني من BGR إلى RGB، فاستخدم هنا single quotes وأكتب RGB. أكتب المتغير image تاني دوت، واستدعي الميثود سيف احفظ الصوره، واكتب اسم الفارس الذي سيتم الاحتفاظ بداخله الصوره التي ساقوم بتحويلها، وهو الفارس اوتبوت، واكتب هنا اوتبوت، وبعدين باك سلاش مرتين، واكتب اسم الصوره التي سوف يتم تحويلها. هنا الصوره 1.jpg، فاكتبها هنا بالامتداد الجديد 1.pdf، ثم بعدها نضغط Run، أيقونة Run، نفذ. هنا أعطاني رسالة Process Finished أو معالجة الكود انتهت. بفتح هنا الـ Output، بجد هنا الصورة PDF تم تحويلها. أريد أن أعين هذه الصورة، فبضغط هنا على المجلد Right Click وأختار هنا Open Explorer، يعني افتح هذا المجلد في المستعرض، أجد هنا اسم الفهرس Output، افتح اوتبوت، اجد هذه الصوره 1 PDF، بضغط عليها دبل كليك واعاين هل تم تحويل الصوره ام لا.
أجد فعلا أنه تم تحويل الصورة داخل هذا المسار، وتغير اسمها هنا بعد الاسم الأول، تغير اسمها هنا إلى 1.pdf بنفس الاسم. بقفل وبقفل المجلد وأبدأ في تحويل الصورة الثانية، وأكتب هنا 2، لكن 2 ذات امتداد png، فبختار png وأحذف جافا جي، وأكتب هنا 2.pdf، وبعدين أضغط على run. إداني هنا process finished، تم معالجة الكود. بنذهب هنا الأوتبوت، أجد هنا الفهرس أوتبوت، داخله أجد هنا الفولدر أوتبوت، تم كرييتنج هنا لصورة أو ملف جديد اسمه 2.pdf. أضغط هنا رايت كليك وبعدين أوبن إن إكسبلورر، أفتح الفهرس أوتبوت، أجد الصورة هنا 2.pdf، أفتحها لكي أعينها، أستعرضها في المستعرض سواء الويب أو الأكروبات ريدر، أجد دي الصورة رقم 2. دي كانت أكواد بسيطة جدا لكي أقوم بتحويل صور. ده كان الكود اللي ممكن منه أحول أي صورة مهما كان امتدادها إلى امتداد PDF. وطبعا الصور اللي هي بامتدادها PDF هي الصور التي يفضل أن نتعامل بها على الإنترنت. ليه؟ لأن ممكن استخدامها في أكثر من نظام تشغيل وعلى أي ديفايس يمكن التعامل معها. بالنسبة لمكتبة بيل، طبعا المكتبة دي ضرورية جدا في عملية التحويل، وهي اختصار لبايثون إيمج لايبراري، يعني مكتبة الصور الخاصة ببايثون، وهذه المكتبة ضرورية جدا في التعامل مع الصور في تحويل النظام اللوني، وكذلك في تحويل صيغ الصور من الصيغ العادية إلى أي صيغة أخرى. إن شاء الله سأترك لك هذا الكود في رابط الفيديو، وسأترك لك هذا المجلد الذي يحتوي على هذه الصور حتى يمكنك تجريب الأكواد عليها وتحويل أي مجلد من الصور. طبعا أنا كتبت هنا صورتين على سبيل المثال. يمكنك في الواقع أن تحول فولدر بالكامل يحتوي على آلاف من الصور بكود بسيط جدا، بأن إحنا بنعمل حلقة تكرارية للصور الموجودة لكي يقوم بتحويلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.